أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن أن قوات سوريا الديمقراطية دخلت البلدة القديمة في مدينة الرقة خلال المعارك التي تخوضها ضد داعش. وقال التحالف إنه ساعد في الهجوم بقصف قطاعين من سور الرافقة في البلدة، ما أدى إلى التغلب على دفاعات داعش. وذكر المرصد السوري أن القتال بين قوات سوريا الديمقراطية وأفراد التنظيم أسفر عن قتل أكثر من 30 فردا من المتطرفين منذ يوم أمس. شنت طائرات قوات الأسد ضربات جوية بثمانية براميل متفجرة تحتوي على مادة النابالم الحارقة مستهدفة أحياء درعا المحررة. وقال مراسلنا إن القصف شمل مبنى الدفاع المدني والمشفى الميداني في مدينة الحراك شرق درعا. بدورها استهدفت فصائل الجيش الحر في درعا مواقع قوات الأسد في اللواء 12 وسط بلدة إزرع ردا على خروقات قوات الأسد. توفيت طفلة إثر اندلاع حريق كبير في مخيم تل السرحون للاجئين السوريين في منطقة بر الياس في البقاع الأوسط شرقي لبنان. وقالت مصادر أمنية إن النيران أتت على أكثر من 30 خيمة للاجئين، ما أسفر عن قتل الطفلة وحدوث إصابات وحالات اختناق. من جهتها أجلت الجهات المعنية سكان المخيم. تواجه القوات العراقية قتالا شرسا في الشوارع المتبقية تحت احتلال مسلحي داعش من مدينة الموصل القديمة شمالي البلاد. وقال قادة القوات العراقية التي تخوض المراحل الأخيرة من معركة الموصل إن ما يزيد من صعوبة القتال هو تزايد عدد الهجمات الانتحارية بما فيها تلك التي تنفذها انتحاريات. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي هنأته فيه باختياره وليا للعهد. وأكدت ماي خلال الاتصال على ضرورة التزام وتعاون قطر مع بقية دول الخليج في محاربة الإرهاب والتطرف في المنطقة. ورحبت ماي بموافقة السعودية والإمارات والبحرين ومصر على تمديد المهلة المقدمة لقطر للاستجابة للمطالب المقدمة. استهل المصنف الأول عالمياً أندي موراي حملة الدفاع عن اللقب بفوز سهل على الكازاخي ألكسندر بابليك بثلاث مجموعات دون مقابل، وحسم اللاعب البريطاني المواجهة في ساعة وأربع وأربعين دقيقة.